البينونة الصغرى لها أنواع، بينونة الصغرى لها أنواع، منها قيل أربع وقيل خمسة أنواع. منها أن يطلقها طلاقا رجعيا ويتركها حتى تنقضي عدتها، يعني طلقها اليوم في طهر لم يجامعها فيه، فحاضت ثم حاضت ثم حاضت حتى انتهت عدتها، فنقول له إيش؟ بانت، بانت خلاص، بانت بينونة صغرى. ولماذا قلنا صغرى؟ لأنه يمكنه أن يراجع، يمكنه أن يعود إليها بعقد جديد، يمكنه أن يعود إليها بعقد جديد، يعقد عليها مرة ثانية عقدا جديدا فترجع إليه مثل الزواج الأول، مهر ورضا أبوها ورضاها ونفس شروط الزواج الأول. إذن هذه بينونة صغرى، وهو إذا طلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها تبين منه بينونة صغرى. وليش قلنا صغرى؟ ممكن أن يرجع إلى بعض لكن بعقد جديد. بينونة صغرى كذلك إذا طلقها قبل الدخول، عقد اليوم قال زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت، بعد ساعتين قال طالق، ما شافها ما قاعد معاها ولا خلا بها ولا شيء، طلقها قبل الدخول لمشكلة وقعت بينهما أو شيء، طلقها قبل الدخول. هذه كذلك تبين بينونة، ما تعتد أصلا، هذه ليس لها عدة، فتبين منه بينونة صغرى كذلك، تبين منه الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هنا أيضا تبين بينونة صغرى من زوجها. كذلك تبين بينونة صغرى إذا هي التي طلبت الطلاق بالخلع، وقلنا الخلع اختلف هل هو طلاق أو ليس بطلاق، مر بنا الخلع. فإذا خالعت المرأة زوجها ولو كان من أول مرة، تزوج صار لهم سنتين ثلاث سنوات ثم قالت له فلان أنا ما أستطيع أعيش معك خالعني، قال تردين لي مهري، قال هذا، قالت له هذا مهرك تفضل، فأعطته مهره مع السلامة مع السلامة. بعد أسبوعين قال لها رجعتك، ما ترجعي ولا شو استفادت هي، ما يستطيع يرجعها. لماذا؟ لأن الخلع بينونة صغرى، اللي هو الطلاق بمقابل، الطلاق بمقابل ثم افتدت نفسها، فهذه أيضا بينونة صغرى. كذلك من البينونة الصغرى أن يطلقها القاضي ويسمونها طلاق الضرر، طلاق الضرر، كأن المرأة تشتكي عند القاضي أن زوجها لا يصلي مثلا أو لا ينفق أو لا يوفر لها سكنا أو يضربها أو أي أسباب، المهم اقتنع القاضي أن هذه الأسباب إيش؟ يعني تبيح لها طلب الطلاق، فيأمره القاضي يقول طلقها، يجبره القاضي على طلاقها، ويسمى طلاق الضرر، طلاق الضرر. فإذا طلقها بهذه الطريقة أيضا ليس للزوج أن يراجعها، تبين منه بينونة صغرى. النوع الخامس هو النكاح الفاسد، النكاح الفاسد اللي هو نكاح المتعة، نكاح الشغار، نكاح المحلل، هذا كله يفصل بينهما وتبين منه بينونة صغرى، تبين منه بينونة صغرى حتى يعقد من جديد. طيب.